مواجهة عنيفة بين ميليشيا الحوثي والمقاومة في مرعيس عقب هجوم شنته الميليشيا في محاولة للسيطرة على مواقع المقاومة في يعيس جنوب يدمت. مصادر محلية أكدت أن المقاومة تمكنت من صد الهجوم المترافق مع قصف كثيف وعشوائي بالمدفعية على قريتي الجبهة واللكمة في مرعيس، فيما استهدفت المقاومة مواقع الميليشيا في نجد القرين، ولا تزال الاشتباكات في تبة التهامي دون أي تقدم للجانبين. وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 15 من عناصر الميليشيا وثلاثة من المقاومة سقطوا في المواجهات، فيما لا تزال المنطقة تشهد تبادلا للقصف المدفعي بين المقاومة في مرعيس ومواقع الميليشيا في دمت. على الجبهة الغربية شهدت منطقة حمك مواجهات متقطعة وتبادلا للقصف المدفعي في المواقع المحيطة بجبل يبار، بعد محاولة المقاومة هناك التقدم إلى منطقة العذارب التابعة لمحافظة إب للالتحام مع مقاومة بعدان. من جهة أخرى التقى محافظ الضالع فضل الجعدي بمدراء بعض مديريات المحافظة لمناقشة أوضاع المحافظة وملف دمج المقاومة في الجيش الوطني، وأقرر الاجتماع توزيع الحصة المقررة للضالع على كافة مديريات المحافظة، وتم تكليف مدراء عموم المديريات بالالتقاء مع قيادات المقاومة في كل مديرية لمناقشة آلية العمل ورفع كشوفات بأسماء أفراد المقاومة خلال فترة أسبوعين.